المتنبئان دائما السفن جمع سفاين. لا هاي معلومة غلط. لا هذا مو حكي. 60 مرة وديتيني وجبتيني وتريدون العالم ما يحكون عليكم؟ شنو القصة؟ انتم متعمدين تأخرون الناس؟ حقهم العالم يحكون عليكم بالسوشيال ميديا والله. لحظة، مو كل صابعك سمر، وإذا ما عاجبك روح اكتب علينا بالسوشيال ميديا. اكتب عليكم حتى بالشيراتون، هذا مو حكي هذا. شوف أنا تمشي لك المعاملة، بس أنت طلعت مو خوش محترم، والحليب تكفيه الإشارة. لا ست، الحليب كان الفروض. وين كنتي؟ وليش متأخرة عليك لهالسنين؟ هزلت. دا أقول لك اسمعني وفهمني، البس حدودك زين، البس حدودك زين. لا العفو زين. العفو. أقدر أعرف سوق الفهم وين؟ أنت وين وصولك بالضبط؟ لا، سوق الفهم البياناتكم، هذا الصياح بصف سوق شلال. اسمح لي كلام، اسمح لي، خلي نعوف الشقة على غفلة. ليش منو جه؟ واسمع منكم اثنينكم وننطي كل ذي حق حلقة. اي بس لازم يكون برمضان غير؟ عزيزتي انت فعلا مأجلة معاملته؟ استاذ والله ما ادري شو هو، على فجأة قام يحكي باسلوب كلش محلو ما بي اي لياقة بدنية. اي دا احس عندي شد من راجعة الدائرة اليوم، الظاهر انا متمرن زين. استاذ على كيفك، يعني ماكو داعي، يعني امرأة بهذا الجمال تحكي وياها بهذا التعامل؟ الله يخليك، مو انت من جيل الطيبين؟ يعني ما سامع كاظم الساهر شلون يحكي ويا المرأة؟ شلون يحكي ويا المرأة؟ استاذ تحب كاظم مثلي؟ أموت على كاظم. كاظم الساهر شي يقول؟ يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الشباك. الله عليك يا نزار، يعني نزار لو شاد كتايب كان نسمعنا هالقصيدة. ويقول أيتها الوردة والريحانة والجمعية والشعرية والفستق واللوز، كاظم وين غناها بالأوائل هاي؟ المراجع كلش عجول، يريد كل شي يمشي على مزاجه. شوف استاذ، اكو بيت للمتنبي انا دائما الشاهد بي. شنو حينفجر عليك مثلا؟ يقول لك تأتي الرياح بما لا تشتري السفن. استاذ يمكن قلتها غلط، السفن. لا هاي المعلومه مغلوطه، لا تشتري السفن جمع سفاين. لا استاذ، السفن مجموعه سفن. لا لا تشتر السفن، هذا البيت مبني للمهجور. بس لحظة أريد أتداخل وياكم، هذا بيت مال المتنبي لو بيت مال ورثة؟ صدقني السفنه. صدقوني اثنيناتكم أنتوا طقيتوا سفنه للمتنبي شخصيا، يعني أنتوا عندكم مشكلة بالحركات ولا تشتري عادي؟ أنت مو تحس نفسك ملحوح؟ شوف أنت لو جايها بأسلوب راقي والله تشلع ماي العين. ما عرفنا أستاذ تأمر حضرتك بشي، احنا بنص الخدمة. يعني بالاربعة الفجر باعتبار اساسية خدمتها تبدأ ب12. ست اني معاملتي تأخرت لان امي لازم تحضر، وانا امي ما تقدر تحضر يعني بالمستشفى صاعد عدها اليورو. يا اخي لو تصرف والله الطيب. ما عليك انت، لا لازم اكو خواطر، والعين ما تعلى على الحاقد. هاي هوسة بالملعب، مو صاعد صاعد على عنات كل حاقد. اتذكر هيجي وانت راح تعيد الاستنساخ من جدة وقريب. من جدة وقريب وين بالضبط؟ تتمشى لهنا. طبعا ما اقدر اعبر لك فرحتي من عرفت انت تحبين كاظم الساهر مثلي. كلش احب اموت عليه. لحد اسمحي لي احكي وياك بلغه كاظم الساهر. تفضل. غاليتي انت غاليتي، لا ادري كيف رماني الموز على قدميك. ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أشعل وجمال. قصص الهوى قد جننتك فكلها غيبوبة وزرافة وخيار. الحب ليس رواية يا حبتي، بختامها يتهزهز الأطفال. أقدر أسأل سؤال؟ تفضل. أنت مربوطة؟
لا لا عاد خلنا نعبر مدام النهار ضيق.